طريقة اختيار الرابحين من قبل لجنة الحكم المؤلفة من 3 خبراء متخصصين بمجالهم، وتم تحميلهم مسؤولية كبيرة بمراجعة المعايير يلي رفعتها الشركة المنظمة ودرس طلبات الترشيح واختيار الفائزين. نعم كاتيا، العلامة العالمية تقسمت على قدرة الابتكار وتقنيات المستعملة المتلازمة مع التطور والحداثة وصولاً لخلق فرص العمل وتحسين ظروف العيش لدى الأجراء والمحافظة على الهوية والتراث والبيئة والتفاعل المجتمعي والأقدمية. كل هالفئات فينا نختصرها تحت عنوان واحد وهي أخلاقيات العمل التجاري. تقرير مفصل عن هالعناوين من تابعه سوا. لجنة مؤلفة من خبير اقتصادي الأستاذ أنطوان شويري اللي هو خبير اقتصادي ومالي ومعروف كتير بلبنان. لجنة مؤلفة كمان من صحافي من جريدة الحياة الأستاذ عبد الرحمن أياس، ومن أكاديمي اللي هو أنا بكون مساعد رئيس جامعة للشؤون للعلاقات العامة. بالنسبة لنا كانت الفكرة الأساسية هي شو معقولة هالمؤسسة تكون عم تعطي شيء زايد إن كان على الصعيد الداخلي كمجتمع وإن كان على الصعيد الخارجي كإنتاج كأبداع. يعني أكيد هاي بتشجع اللي بده يربح يكمل بهالطريق ويقدم أكثر، بتحمس كمان مؤسسات تانية إنها تمشي على الطريق نفسه. يعني في أكثر من 50 طلب تقريباً وصل، وزعناهم على 12 فئة كلها بتندرج ضمن عنوان عريض هو المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية. المؤسسة هدفها كمان ضمن العملية دعم الانتاج اللبناني بكافة قطاعاته، الانماء المتوازن والتنمية المستديمة اللي بتخلي المواطن يبقى بمنطقته وبخفف الضغط على المركز، فهي بتعمل انماء اقتصادي بتعرف متوازن وبتخلي الناس تمسك بارضها، ومن الناحيه الوطنيه شغله سليمه جدا.